وبالنسبة للانقلاب الفاشل، هو دي نتيجة بتاعت الانقلاب الفاشل. لازم يكون في تسيب في كل مؤسسات الدولة، ولازم يكون في رشوة في كل مؤسسات الدولة، لأن لا في رقيب ولا في حسيب، وكل واحد عايز يقطع من التورتة حتة، كل واحد عايز ياخد حتة هنا. فهم هيعملوا ايه غير كده؟ غير هم يسرقوا من هنا ويسرقوا من هنا، والرشوة تبقى من هنا والرشوة من... واللي تايه في الموضوع كله هو المواطن البسيط. المواطن البسيط هو اللي شايل البلد على كتافه، هو الوكل الطين زي ما بيقولوا. في الفترة الأولى أيام مبارك يعني يمكن مش كان بالصورة ديت، لكن بعد حكم السيسي انتشرت الرشوة انتشار فاحش، الرشوة انتشار فاحش لعدم الانضباط بالعمل، وفي انسيابية جدا، وأصبحت ناس عاملة الرشوة دخل رئيسي يتعايشون منه. أما بالنسبة للرشوة اللي انتشرت في البلد، هو الشيء الطبيعي فعلا، ده الطبيعي في البلد. وهو يعني إذا كان الحكم اللي قام على الفساد، دلوقتي هو بيشوف أي شيء في البلد مش صح يخدم البلد وبيشيله، أي حد صالح لا يشيله، ويحط مين؟ ويحط الطالح المرتشي. هو ده كله عايز مصلحة الموظف قبل ما تخش عليه، وروح فتح لك الدرج يديك ليه؟ عشان هو أساسا الحكم كده. لو الحكم ديمقراطي وحكم كويس فعلا مش هيرضى بالقصه دي. الفاسد هشيله، مش هبقى عليه. من بعد 30/6 الحال ازداد سوء في البلد، خاصه من عمليه تسليك المصالح كله بالرشوه. والله هذا حاصل حتى في الشؤون القانونيه. عايز ان انت تعدي من التحقيق تدفع ال 200 جنيه او حسب ما يتيسر معاك للمحقق، ولكن في اي حاجه حصلت والله دي اللي حاصل حدانا. فالفساد كتر والعياذ بالله، واذا تولى ساعه في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، ده ما عندوش ضوابط شرعيه خالص. كل من هو بيفسد في الارض ما حدش بيكلمه، بل له سلطان على الامين، على الناس النظيفه. تبص تلاقي النهارده ارذل الناس يقول لك هبلغ عليك ان انت كذا وكذا وكذا وكذا، لانه مرتشي فاسد مش عايز قال الله وقال الرسول، عايز يحط من هواه هو وياخد فلوس ولا يحاسب. والله ان الفساد حدانا في الورش في السكه الحديد، عين عينك كده يعني، تبص تلاقي طلع والحاجه دي مش بتروح تركب، بياخدوها يبيعوها في السوق السوداء، بيبيعوها والله. دي اللي حاصل.